في أحد الغابات تعددت السبل، وأنا اخترت السبيل الذي قلما سلكه المسافرون، وكان هذا هو سبب التميز. روبرت فروست. برنامج السمع المبكر في بريتش كولومبيا يقدم هذا سبيلنا دليل الأباء. تقدم، علاقات، مساندة، مساندة، أفكار، تكنولوجيا، إرشاد، معرفة، أفكار، مهارات، معلومات، لعب، فريق عمل، تمكين. نحن أسرة لديها طفلة عمرها 6 أشهر ونصف، اسمها سكايلا. شخصت على أنها فاقدة للسمع. لقد كان ذلك تقريبا كصدمة بالنسبة لنا. ليس تقريبا، بل في الحقيقة كانت صدمة مروعة. لدينا ابن عمره 5 سنوات اسمه سكات، كان مبتشرا. ما عندما ولد كان وزنه يزيد قليلا عن الرطل. كان يعاني من مشكلات في الرئة منذ ولادته، ومشكلة في القلب، وبعض المتاعب في المخ ما تتعلق بنزيف. ورغم ذلك كله اكتشفنا قبل أن نغادر المستشفى أنه قد يكون مصابا بفقدان السمع أيضا. أحسست أن شيئا ما انتزع من داخلي. لم أكن أتخيل أن يحدث هذا لي. لا أحد يتخيل أن يحدث لهم ذلك. كنت محبطة ومضطربة. لم أكن في الحقيقة أعلم ما هي الخطوة التالية. مخاوفنا. في الحقيقة كانت هذه صدمة لكل الأسرة، لأنه لا أحد في الأسرة مصاب بفقدان السمع. لذا أوشكنا على الانهيار في تلك اللحظة. كان وقتا عصيبا حقا بالنسبة لوالدي. في البداية كان أبي قلقا لأنه لن يكون قادرا على التواصل مع ابننا. أعني أننا كنا في حيرة من أمرنا، لم نعرف ما ينبغي القيام به، لأن كل ما نقوله قد تكون هي غير قادرة على سماعه، واعتقدنا بأنه ليس هناك سبيلا لتعليمها كيفية التواصل. كان هاجس الأكبر، وكان ذلك بالنسبة لزوجي أيضا، هو الناحية الاجتماعية عند الإصابة بالصمم. كم من عزلة يتسبب فيها. وفي وقت قلت كما تعرف نحن لا نزال في حيرة مما هو آت. كما تعلم لن نقابل أي طفل مصاب بالصمم. نحن لا نزال في الحقيقة نجهل طبيعة الطفل الأصم. نحن لا نزال نشعر بالانزعاج بسبب فقدان السمع لدى طفلنا، بسبب كل ما يعني هذا في مشوار حياته. هالوين. What are these? Eyes. And what are these guys? Bat. Bat. انتقلت إلى فانكوفر قبل ولادة سكايلا مباشرة، وشعرت بكثير من العزلة والوحدة. أنا لديك طفل فاقد للسمع، فهذا تحدي كبير. وعندما تلدي طفل فاقد للسمع وتكونين قد وصلت لتوك إلى بلد جديد، فإن التحدي سيكون مضاعف، أعني أكثر بكثير. هل ستتمكن من الذهاب إلى المدرسة؟ مدرسة عادية؟ هل ستتمكن من قيادة السيارة؟ هذه هي الأشياء المهمة هنا. لماذا أصيبت بفقدان السمع؟ لم نعرف السبب ولا نزال نجهله. كما تعلم، ما الذي يمكننا فعله لمساعدتها؟ رحلة. معلومات. فريق عمل. شراكة. مرحبا ياسمين، أنا لوري بيل من برنامج السمع المبكر في بي سي. تحدثت إلى أخصائي السمعيات المتابع لطفلك، وأتساءل إذا كان لي الاستعانة بمترجم أثناء مكالمتنا الهاتفية. أرى أن دور برنامج السمع المبكر في بريتش كولومبيا هو مساعدة الأسر لوضع أقدامهم على بداية الطريق. لقد أتيحت لي فرصة التحدث إلى لوري بيل من برنامج السمع المبكر مقاطعة بريتش كولومبيا، وزودتني بأسماء 3 وكالات. إن معرفتي بأن لدي الخيار لاتخاذ ذلك القرار بخصوص أفضل الوكالات من أجل مساندة أسرتنا. خيارات. معرفة. خيارات. عندما يصبح لديك مولودا جديدا لا تجد معه دليل المستخدم أو أي شيء، لا تعلم كل التفاصيل. يمكن أن تساعد الأسرة والأصدقاء بشيء من هذه الأمور. أنا أنظر إلى أخصائي التدخل على أنه مساندة فنية لاكتساب اللغة السمعية.
إن لقاء خاصية التدخل للمرة الأولى كان خبرة جيدة بالنسبة لنا، لقد كانت على دراية تامة بحالة فقدان السمع لدى طفلنا وما كان يعني ذلك بالنسبة له. استطاعت في منزلنا أن توضح لنا أشياء قليلة قد تضايقه مثل الأجهزة التي تسبب الضجيج. نحن من بلاكولا نأتي هنا كل شهر تقريبا من أجل الحصول على قوقعة جديدة للأذن كأجهزة مساعدة على السمع. كانت مساعدته مفيدة حقا، فإن الطفل ليس هو وحده الذي يحصل المساندة، بل نحن أيضا، وهناك نحصل على إجابات على أسئلتنا لكي نحسن من حالته. المدرسة رائعة، فهي تقترح بعض الألعاب التي يمكن لطفلي أيضا أن يلعبها بصحبة ابنتي، وأحيانا كانت تقترح علينا بعض الأمور ونقوم نحن بمتابعتها. تناولنا الشاي مع المنسق الخاص بالأسرة، كما حضر أيضا أحد الكبار الفاقدين للسمع، ساعدنا ذلك على مقابلة بعض الأشخاص، مما أشعرنا أن الأمور لا تزال جيدة وهناك مجتمع يمكننا التعرف عليه. إنها تستخدم العصف الذهني في التعامل معنا. حسناً، يمكنكم القيام ببعض الأمور. حاولتم القيام بهذا، حاولتم تجربة ذلك، وسوياً يمكننا خلق الأفكار. لا داعي للقلق بأن وكالة حكومية سوف تحضر إلى منزلكم. الأمر ليس كذلك تماماً. لا داعي للخوف من هذا الأمر، إنهم يقدمون المساعدة لنا ولن يريدون أي شيء منكم. إنه تعاون إلى حد بعيد، ولا إننا أباء وأمهات، لا أحد يعرف أطفالنا أفضل منا، ولكن لا أحد أدرى بالعاقة من أخصائي التدخل المبكر. الناس يقولون لا لأنهم لا يريدون قبول الواقع بأن هناك مشكلة يعاني منها الطفل، ولم أستطع قبول ذلك على الأقل في البداية. معذرة، لحظة من فضلك. ولماذا لا تقبل ذلك؟ إذا كان هناك شخص يريد أن يساعد طفلك على التواصل وتوصيل أفكاره إليك، يساعد طفلك في أنه يخبرك عندما يريد بعض الحليب، إنه لشيء محبط جدا أن يعجز الطفل على التواصل مع الآخرين. لقد تعاملت مع هذه الحالات كثيرا جدا. إن أسوأ شيء هو أن ترى طفلك غاضبا وهو لا يستطيع أن يخبرك سبب غضبه. وكأم للطفل كما تعلم فأنت في حاجة للمساعدة، ويتعين عليك ألا ترفض المساعدة أبدا. بمجرد أن علمنا بالمشكلة أدركنا أننا في حاجة إلى أن نقرر ما هو المسار الذي سنسلكه، لأن هذه مسألة تتعلق بحياتها كلها. إذا لم نفعل لها أي شيء وقلنا فقط إنها مشيئة الله، لن يكون هناك أي تحسن. أعلم أن سكايلا تحتاج فعلا إلى مساعدة كبيرة من أجل تنشيط العصب السمعي لديها. إنه من الأهمية البدء في برنامج التدخل المبكر في أقرب وقت ممكن لمساعدة الأطفال في أن يتعلموا كيفية الاستفادة من قدرات السمع المتبقية لديهم. الأطفال الذين يعانون من فقدان السمع لديهم براعة كبيرة، فإذا ما توفر لهم كل الدعم والمساندة التي يحتاجونها فسوف يبدعون. إذا انتظرنا فهذا كان سيعني أن سكايلا قد فقدت كل هذه الفرص لتحسين العصب السمعي لديها، ومن المحتمل أن تكون عاجزة عن سماع أي شيء للأبد. عمليات التقييم تساعد كثيرا لأنها تعطيك على وجه التقريب تقريرا حول ما تم إنجازه، حول تطور الطفل مثل مهاراته الحركية، مهارات الكلام واللغة. يمكن أن يكون التقييم أيضا مؤشرا لي للتأكد من أن بوين يتعين عليه متابعة جميع الخطوات. أرى ذلك مفيدا كأم، على الأقل لأعلم ما الذي يمكن توقعه. مثلا نعم، لابد أنها ستفعل ذلك بعد الشهر أو بعد شهرين. نحن نعمل سويا، نضع بعض الأهداف، ثم عندما نرى أننا حققنا هذه الأهداف عندها نرفع سقف توقعاتنا، وبعد ذلك تكون هناك مرحلة ثانية. كل ما علينا هو أن نستمر. مساندة. 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 إرشاد. 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 اسمي تيريسا، أنا أحد أفراد فريق الآباء المرشدين في برنامج مرشد يقف بجانبك. لدي طفل يعاني من فقدان السمع. أصبحت أحد الآباء المرشدين لأنني أردت أن أنقل شعور ذلك المجتمع بأن هناك مساندة، وبأن هناك إناس آخرين في المجتمع خاضوا هذه التجربة، وبأنهم أصبحوا أسر سعيدة وفعالة. تأتي النصائح العملية دائما من الآباء الآخرين،
قد يقول قائل أوه هل هناك تأمين على سماعة الأذن الخاصة بطفلك؟ من الأسئلة البسيطة هي كيف تبقين سماعة مثبتة في أذن طفل عمره 6 أشهر؟ من الجيد أن تضع شريطاً لاصقاً على ظهر سماعة الأذن، هذا يجعلها تبقى في مكانها بشكل أفضل قليلاً. كيف هذا؟ نعم، فقد يكون أحياناً الحديث إلى أحد الوالدين مصدر ارتياح. نحن عهدنا نفس الشعور عندما كان طفلنا صغيراً. إنه من الأسهل الانفتاح للوالدين وطرح سؤالاً صعباً عليهم، حتى إذا لزم الأمر توجيه السؤال إلى طبيب محترف، إنه أحياناً من الأسهل كثيراً التحدث إلى والد طفل آخر. يتصل بنا الآباء ويخبروننا أطفالنا أيضاً يعانون من نفس المشكلة. هذا يجعلنا نشعر بارتياح. أشعر بأن طفلتي مثل بقية الأطفال الآخرين. بكل تأكيد تمنحنا مشاهدة الأطفال وهم ينتقلون إلى خطوة تالية، كما تعلم اليقين بأن طفلنا أيضا يمكنه أن يفعل نفس الشيء، وكذلك من المفيد في الحقيقة وجود آباء آخرين يخبروننا بأنهم كانوا أيضا يشعرون بالخوف. في الحقيقة إن برنامج التدخل المبكر هو الذي أتاح لنا الفرصة لنعرف بأن هناك أمورا عديدة يتعين علينا القيام بها كآباء. أظن أنني حدثت نفسي بأن يجب علي أن أتوقف عن تحليل الطفل، يمكنني فقط أن أكون أمه وأستمتع بذلك، وهذه كانت نقطة تحول بالنسبة لي بأن أقول لنستمتع بطفلنا الصغير. قبل أن ننجبها كانت لدينا آمالا كثيرة نريد أن نحققها لها، ثم صدمنا، أحلامنا بدت مستحيلة، بدت مستحيلة، والآن أدركنا أنه من الممكن تماما تحقيق ما كان لدينا من آمال. إنه لأمر مدهش أن ترى هذا الكم من الإنجازات لهؤلاء الأطفال. تقنية، رحلة، مساندة. فلنمرح قليلا، استمتعوا مع أطفالكم. تشارك هذه الأسر خبراتها أملا في أن تجد الأسر الأخرى العون والمساندة، وأن تتواصل مع خدمة برنامج التدخل المبكر وتنضم إليه في مسيرته.